فيما بقي مستشفى الكويت تخصصيا المستشفى الوحيد الذي يعمل بأقل الإمكانيات الممكنة، وذلك بعد خروج مستشفى أبو يوسف النجار عن الخدمة لتصنيفه ضمن المنطقة الحمراء. وناشد مدير المستشفى بضرورة يكون هناك تدخل جدي لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما في منطقة رفح، وضرورة تفعيل عمل المستشفيات الميدانية في تلك المنطقة لاستقبال الإصابات. ويبقى معنا من منطقة رفح الدكتور صهيب الهمس، مدير مستشفى الكويت التخصصي. أهلا بك دكتور صهيب، مساء الخير. حياكم الله في الكريمة، وحيا الله أهلنا وشعبنا الصامد المرابط في فلسطين. هذه تحية لكم دائما دكتور، ونحن ندرك تماما حجم المعاناة التي تضاعفت منذ بدء العملية العسكرية على رفح وخروج مستشفى أبو يوسف النجار عن الخدمة نتيجة إخلاء بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بوجوده في منطقة حمراء، وهذا أكيد يثقل كاهل عملكم في مستشفى الكويت الذي أصلا كان يعمل بإمكانيات محدودة وبكوادر طبية أيضا محدودة. حياكم الله أختي الكريمة. الوضع الصحي كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، الوضع الإنساني كارثي بكل المقاييس. نحن نتكلم عن محافظة رفح التي أمن العدو الصهيوني فيها أكثر من 1.5 مليون نازح في مناطق ادعى أنها آمنة، واليوم تغول على كل القوانين الدولية أمام مرأة ومسمع وصمت المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي، والكل يتفرج على غزة كيف تباد وكيف تذبح من الوريد إلى الوريد في تحدي صارخ وصافق قوانين دولية وكل الدول العربية والإسلامية. العدو الصهيوني يقدم على حماقة اجتياح رفح الآن ويتغول على كل القوانين الدولية. العدو أمن العقاب فأساء الأدب، أخرج كل مستشفياتنا عن الخدمة، وأصبحت المستشفيات رمزا عبثيا للعدو الصهيوني يعبر فيها عن انتصاراته الزائفة. اليوم العدو الصهيوني أخلى محافظة رفح المناطق الشرقية، وكان من ضمن مناطق الإخلاء مستشفى النجار الذي خرج على الخدمة من أول لحظاته للأسف. اليوم مستشفى الأوروبي مهدد بالخروج عن الخدمة في ظل خروج الكوادر الطبية خوفا وذعرا من التنكيل الذي حدث وحصل في مستشفى ناصر ومستشفى الشفاء. اليوم العدو الصهيوني يماثل سياسة الترهيب ضد الكوادر الطبية. اليوم هنا ندعو كل الكوادر الطبية والتمريضية للثبات في المستشفيات وللعودة إلى المستشفيات. الوضع الصحي كارثي، لا يمكن أن نترك الناس بهذه الطريقة. الآن لا يوجد مستشفى يعمل في محافظة رفح إلا مستشفى الكويت التخصصي، هو مستشفى بسيط الإمكانيات محدود المساحة، الطواقم الطبية والتخصصات محدودة جدا، لا يوجد تصوير طبقي، لا يوجد عناية مركزة. نحن نتكلم عن محافظة رفح لا يتوفر فيها بنية تحتية. الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. نوجه نداءنا إلى بقية الأحرار في العالم، إلى أهلنا في الضفة، لا تتركوا غزة وحدها، غزة اليوم تباد عن بكرة أبيها. ونقول لكم وكلت يوم وكل الثور الأبيض، اليوم يا أختي الكريمة المرضى والمصابون ملقون في الشوارع، وسيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى جثامين الشهداء، المناطق كلها حمراء للأسف. العدو الصهيوني يتغول شيئا فشيئا في ظل الصمت الدولي والعربي والإسلامي، ولا أحد يحرك ساكن أمام دمائنا. أصبحت دماء أهل غزة للأسف رخيصة اليوم أمام كل الدول العربية والإسلامية. هل هذه الجامعات الأمريكية عندها نخوة وشهامة أكثر من العرب والمسلمين وأهلنا في الضفة والداخل المحتل؟ الكل يجب اليوم أن يخرج إلى الشوارع والميادين والساحات لإيقاف هذا العدوان، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. حجم الكارثة التي تحدث الآن أكبر مما يمكن أتخيل الآن. الأعداد الحقيقية لجثامين الشهداء والإصابات لا يمكن الإعلان عنها لأنها كلها تقديرية، ولم نستطع الوصول إلى كل المصابين. الإصابات تصلنا من خلال سيارات المدنية، وتصلنا من خلال كرات ومشي على الأقدام للأسف. ما يصلنا حجم إصابات وكمية ونوعا لا يمكن أن يتخيل أي عاقل. حجم الإصابات ونوعية الإصابات وصلنا تعبر عن استخدام أسلحة محرمة دولية، ونقسم بالله لم نشهد لها مثيل. نعم دكتور، أصلا بطبيعة خارج الجسم، العظم متهتك، الدماغ يخرج من الأذن، بتر بالأطراف وحروق، البتر بدون نزيف، بتر بالحروق، بتر مع حروق كاملة، حروق من الدرجة الثالثة. ما يصلنا الآن يعبر عن استخدام أسلحة محرمة دوليا، والعالم كله ينظر إلى غزة كيف تباد. الناس يهيمون على وجوههم، البلدية خرجت عن خدمة، والقمامة ملقاة في الشوارع. الوباء مهدد بالزيادة بالانتشار في ظل انتشار وإصابة أكثر من 1 مليون نازح بالأمراض الوبائية. أختي الكريمة، نحن نتحدث عن آخر مكان يمكن للناس اللجوء إليه، إلى أين يذهب الناس؟ نحن نتكلم عن آخر مستشفى موجود في محافظة رفح، إلى أين يذهب الناس؟ نعم. المستشفيات الميدانية للأسف كلها موجودة في المناطق الغربية ومنطقة المواصي في محافظة رفح، وهي منطقة يصعب الوصول إليها.
المنظمات الدولية يجب أن تقف عند مسؤولياتها، منظمة الصحة العالمية يجب أن تقف عند مسؤولياتها، السلطة الفلسطينية يجب أن تقف عند مسؤولياتها، الحكومة الفلسطينية يجب أن تقف عند مسؤولياتها. الجميع سيحاسب في الدنيا قبل الآخر. أختي الكريمة، نحن نقول اليوم من لم يكن معنا فهو علينا، وهذه رسالتنا اليوم من وسط القصف والدمار. ونحن مصرون أن نخلق الحياة لشعبنا الصامد المرابط، ونحن نعلم يقينا أختي الكريمة أننا مقبلون على الله عز وجل، وراضين بقدر الله عز وجل، وراضين بقضائه، ونعلم أنها موتة واحدة اخترناها أن نكون بين أبناء شعبنا خدما له، لأنه يستحق منا كل تقدير. دكتور صهيب، الطواقم الطبية لأجل هذه اللحظة. الطب. ونحن نعلم تماما أن رسالتكم الطب. المفروض نناشد كل الطواقم الطبية الآن بالعودة إلى المستشفيات. هذه أمانة في أعناقكم، هذا تولي يوم الزحف. لا يمكن للطواقم الطبية أن تغادر المستشفيات بهذا الشكل. المطلوب من الجميع أن يعود إلى مقر عمله، إلى أطباء وزارة الصحة. نقول لكم اليوم لا تتركوا المستشفيات وحدها، المرضى تتركوهم وحدهم. مرضى العناية المركزة لا يوجد عندهم طبيب في مستشفى الأوروبي غير طبيب واحد. 25 مريض على أجهزة تنفس صناعي لا يوجد إلا طبيب واحد. الطواقم التمريضية خرج من مستشفى الأوروبي أيضا، ننذر بكارثة حقيقية وإنسانية لا يوجد مكان للتحويل عليه. مستشفى ناصر خرج عن الخدمة بالكامل. المستشفيات الميدانية لا تستطيع استقبال نوعية الحالات الباطنية وحالات جراحة الأعصاب، تموت والله أمامنا ونحن ننظر إليها. أختي الكريمة، في عدد من المستشفيات الميدانية التي كانت تعلن عن نفسها يوما بعد يوم الآن أغلقت أبوابها في وجه المرضى. نقول هذه مسؤولية أمام الله عز وجل. لا يمكن أترك الشعب الفلسطيني ودماءه تسيل أمام مرأة ومسمع العالم كله. العالم كله اليوم انكشفت سوته، ولا أهلنا في الداخل المحتل وفي الضفة الغربية. نقول لكم لا تقسموا الوطن أكثر من ذلك. اليوم يا أختي الكريمة نقول لكم دماؤنا أمانة في أعناقكم. نطلب منكم اليوم أن تخرجوا إلى الشوارع والميادين والساحات حتى يقف هذا العدوان. لا عقل أحد. لا دماءنا يا أختي الكريمة ودماء أطفالنا ونسائنا وأعراضنا التي تنتهك ومستشفياتنا التي تدمر أمانة في أعناقكم. نعم دكتور، يعني بطبيعة الحال ما أشرت له هو كارثي، بل أكثر إن صح في تعبير عن الكارثة أو ما يوصف بأنه كارثة. بطبيعة الحال مستشفى الكويت التخصصي كان يعاني من تراكم في تواجد المرضى والجرحى في ظل محدودية الإمكانيات، واليوم نتحدث أنه هو المستشفى الوحيد الذي بقي يعني يقدم الخدمة العلاجية والتدخل السريري السريع في ظل إمكانيات محدودة. يعني هذا يفاقم الجهد المضاعف عليكم كطواقم طبية في ظل النقص الحاد في أعداد الأطباء كما أشرت العاملين. كيف يتم التعامل مع الجرحى وفي ظل هذا التكدس الكبير لأعداد الجرحى والمرضى في أزقة المستشفى وفي الممرات أيضا؟ نحن في الكريمة الآن قمنا بتوسعة الطوارئ قدر المستطاع، وقمنا بإغلاق عمليات بالكامل، وقمنا بإغلاق قسم كل الأقسام المستشفى وأقسام المبيت الآن نقوم بإخراج المرضى، لأنه ما عندنا قدرة على التعامل معهم. إحنا بنروح المرضى وهم ما بتصير يروحوا من المستشفيات. الوضع كارثي أختي الكريمة. إحنا أرسلنا مناشدة وهناك طلاب طب بدأوا يتوافدون المستشفى الآن. إحنا أختي الكريمة بنناشد الأطباء اللي أكلوا خير البلد وعاشوا في خيرها سنوات طويلة، إلى الأطباء والاستشاريين والأخصائيين. عندنا نقص كبير، لا يوجد أخصائي عظام، لا يوجد أخصائي جراحة أعصاب، لا يوجد أخصائي باطنة. أختي الكريمة الوضع كارثي بكل لا يمكن أن يصف لك كارثية الوضع. ليس الخبر كالمعاينة. تعالوا الآن على الأرض وشوفوا إيش وضع المرضى الآن وهم على ملقون على الأرض في الممرات، ولا نستطيع التعامل معهم. الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. نحن تعرضنا لإرهاق كبير، ضغط نفسي وعصبي وجسدي كبير جدا جدا، ويعلم الله كم نكابد لأجل أن نصمد ونصبر شعبنا حتى آخر لحظة. نحن مصرون بإذن الله تعالى على ألا نخذل أهلنا. خذلنا كل عالم، أهلنا في الضفة خذلونا، وأهلنا في الداخل خذلونا، والعالم العربي والمجتمع الدولي والإسلامي خذلنا. لن نخذل شعبنا ولن نترك أهلنا ولن نغادر مستشفياتنا حتى آخر لحظة بإذن الله تعالى. مصرون على أن نصمد بإذن الله تعالى. لا خيار أمامنا بإذن الله تعالى، إما أن ننتصر أو نموت، إما أن نكون عظام فوق الأرض أو عظاما تحتها. بإذن الله تعالى لن نسمح أن تتكرر قضية الدكتور عدنان الذي اعتقل، والدكتور محمد أبو سلمية، واعتقد الدكتور عدنان البرج وغيره من المعتقلات. بإذن الله تعالى لن نختار بإذن الله تعالى إلا أن نكون شهداء، أو بإذن الله تعالى أن نكون بين أبناء شعبنا نعيش معهم حالات النصر بإذن الله تعالى. إن شاء الله. لا خيار آخر أمامنا. نقول لكم ونحن نعلم يقينا أن المسألة بالنسبة لنا مسألة وقت. راضين بقضاء الله، مسلمين بقدره بإذن الله تعالى، ونحن مقبلون عليه بإذن الله.
نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا ثباتا حتى الممات، وهي دعوة إلى كل المتخاذلين، إلى كل الخائفين، إلى كل العاجزين. قتلتمونا بعجزكم، ذبحتمونا وقهرتمونا بخذلانكم، نقول لكم لا غفر الله لكم، لا سامحكم الله إن صممتم عن ذبحنا بهذه الطريقة. اليوم نقول إلى الجميع، إلى الذين يعيشون حياتهم ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي وكأن غزة اليوم أصبحت خبرا إعلاميا مستوى، نقول لكم لن نسامحكم عند الله تجتمع الخصوم، لن نغفر لكم عند الله سنخاصمكم بإذن الله، لن نحاججن كل من صمت عن ذبحنا نعم. نفرا نفرا بإذن الله، والله لن نسامحكم. نعم دكتور، ونحن نتحدث عن إغلاق أيضا معبر رفح ومحدودية المساعدات الطبية المقدمة والإنسانية، يعني هذا سيعمق من أزمة أخرى حقيقية تواجهها كوادر طبية عاملة، وينذر بخروج مستشفى الكويت التخصصي، المستشفى الوحيد الذي بقي في منطقة رفح، عن الخدمة وعن العمل وعن استمرارية تقديم الخدمة المحدودة أصلا الطبية والعلاجية لصالح المرضى والجرحى. يعني عدم فعليا التدخل الفوري لمساندة مستشفى الكويت سينظر بكارثة ويعني أعداد أخرى إضافية من الشهداء في إطار تفاقم أيضا حالة الجرحى الذين لم يتلقوا كما أشرت العلاج بالصورة المطلوبة، وإخراج بعضهم نتيجة حجم التكدس والأعداد المهولة للمرضى والجرحى المتواجدين في المستشفى الكويت التخصصي. أختي الكريمة، إغلاق معبر رفح اليوم في وجهه وحجم المساعدات أصلا حجم المساعدات التي كانت تدخل قبل العدوان الصهيوني على رفح لم يكن على حجم الكارثة، ولا يغطي أكثر من 10% من احتياج الحقيقي للقطاع الصحي. نحن نقول اليوم حجم الكارثة أكبر من أي مساعدات، حجم الكارثة أكبر من أي شيء. المطلوب اليوم وقف تدفق شلال الدم الفلسطيني، أي حديث اليوم غير حديث عن وقف فوري إطلاق النار لن يسمن ولن يغني من جوع. ما نطالب منذ 7 شهور والعالم يصم آذانه ويغلق أعينه، نقول لكم اليوم ما نطلب الآن وقف فوري لإطلاق النار، لا نريد أي شيء إلا أن يتم وقف تدفق شلال الدم الفلسطيني. عشرات آلاف المفقودين تحت الأنقاض، هناك عشرات آلاف المرضى والفئات المهمشة توفر لهم الأدوية. اسمع الدواء يا أختي الكريمة، والغذاء أصبح رفاهية اليوم في غزة. أختي الكريمة، هناك فئات مهمشة كاملة من المرضى مهمشين لا توفر لهم أدوية الضغط والسكر والرعاية الأولية، أدوية السرطان، 10,000 مريض سرطان يعانون ويموتون موتا بطيئا. نحن نعاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نخفف عن أبناء شعبنا. قمنا قبل أيام بافتتاح أقسام العمليات ونجري كنا يوميا ما يقارب من 30 إلى 40 عملية جراحية في اليوم للتخفيف من أبناء شعبنا، وكانت قوائم الانتظار تصلنا تتجاوز المئات بل الآلاف للأسف. اليوم نقول حجم الكارثة الصحية والإنسانية في ظل تكدس المرضى وتكدس القمامة وتكدس عدم توفر المياه الصالحة للشرب وتكدس المياه العادمة في الشوارع، لأن نقول لكم هناك كارثة حقيقية بكل المقاييس. أختي الكريمة، لا مجال للمجاملة في دماء أبناء الشعب الفلسطيني، لا تجاملوا في دماء أهل غزة. اليوم يا أختي الكريمة الموقف أمامكم، أن تنطقوا كلمة حق اليوم وأن تحرضوا الناس، عسى الله أن يكف بأس اليهود عن أهل غزة. المطلوب اليوم اليهود أن يخافوا، المطلوب اليوم اليهود أن يردعوا، أن يردعهم اليوم أن تخرجوا إلى مناطق الاشتباك ونقاطل الالتقاء مع العدو الصهيوني لإيقاف هذا العدوان. العدو الصهيوني رأى الصمت الدولي والعربي والإسلامي، ورأى صمت أهل الضفة وتخاذل أهل الداخل، فبدأ يتغول أمام ويتحدى العالم كله باجتياحه إلى رفح. أي قوانين دولية وأي حريات اليوم نتكلم عنها في ظل أن العدو الصهيوني كان يقول أن الجنوب مناطق آمنة، كان يقول انه في مناطق امنه ويدعي ان هناك مناطق امنه يؤمن اليها ملايين النازحين. نتكلم عن 1.5 مليون نازح اليوم في قطاع في رفح. في قطاع رفح اليوم 1.5 مليون نازح يراؤون اليوم في الشوارع ولا يجدون مكان يذهبون اليه. خان يونس الان مكان مدمر بالكامل، الشمال مكان مدمر بالكامل، لم يعد في غزه اي مظهر من مظاهر الحياه. ونقول لكم يا اختي الكريمه، دماؤنا وارواحنا امانه في اعناقكم. وإحنا يا أختي الكريم نتكلم الإعلام لا لنسمع الأموات، لكن لنقيم عليكم الحجة أمام الله، وبنعلم أنكم لن تحركوا ساكنا، ونعلم أنكم بس تتعاملوا معنا كأننا خبر إعلامي، لكن نقول لكم لا تعتادوا المشهد ولا تألفوا المنظر، فمن اعتاد المشهد فقد خان ومن ألف المنظر فقد خذل. نقول لكم ما يراق في غزة دماء وليست ماء، ما يقطع في غزة أطراف وليست أغصان،
نقول لكم اليوم هذه دماؤنا أمانة في أعناقكم. نعم. نقول لكم اليوم لا تمارسوا حياتكم بشكل طبيعي وتعتادوا المشهد وتتناقل الخبر كوسائل الإعلام الدولية. والله يا دكتور لم نعتد المشهد يعني، وما يصيبكم يصيبنا أضعاف من العجز وتكبيل الأيدي. نتمنى لكم دائما السلامة، ونأمل أن يكون هناك فعليا يعني وقف فوري لحرب الإبادة على أهلنا في قطاع غزة في ظل ما يجري الآن في القاهرة من جولة تفاوض. نأمل أن تكون حاسمة وبداية إنهاء هذه المعاناة لأهلنا في قطاع غزة. شكرا لك جزيلا دكتور على وجودك معنا، ونأمل لكم إن شاء الله السلامة. شكرا لجهودكم المتواصلة رغم كل هذه الظروف. دكتور صهيب الهمس مدير مستشفى الكويت التخصصي، كنت معنا من رفح. شكرا.